يا الله وينك لهلأ يا أمي؟ مين بدي أسأل عنها هلأ؟ مين؟ افتحي يا عمو افتحي، في شال وقعان من عندكم. هذا الشال وقعان من عندكم، شو بك شي يا عمو؟ لا ما بني شي. شكرا. تصبحي على خير. وانت بخير. غريب شبه البنت، مو طبيعيه. ليش ضل حدا طبيعي بهالدنيا اصلا؟ طبيعي صار وضع شاذ، واللي مو طبيعي صار طبيعي. بس هي البنت شو قصتها؟ ليش وقفت عندها انا؟ ابصر تعرف هاي شجرة شو؟ شجرة بلوط؟ لا هاي شجرة الحب. مانك شايفها شو طارحة سمر؟ شو طارحة؟ مناديل عشاق مو بلوط. لو الساعة بتوقف بلحظات الفرح كانت الجنة على الأرض. بس ما بيمشي الحال، الشياطين هاي كلها بتصفى بلا شغل. يا ليل يا ليل إلك آخر، يا ليل عتمك نبعته ما بتخلص، يا ليل يا ليل حل عنا يلعن يلعن أبوك كلب من كلب. عمو بدك شي؟ لازمك شي؟ لا شكرا. عم تدوري على شيء؟ بدك يعني اي مساعده؟ لا لا ابدا شكرا. متوخزيني ها؟ يعني انت خايفه من حدا؟ خايفه من شيء؟ لوحدك بالبيت؟ لا ابدا، بابا وماما جوا واخواتي الاربعه سهرانين. طيب طيب شو القصه؟ ليش فاتت على قلبي البنت؟ ضو شلال صامت يندح على رصيف خال من المارة. لماذا يا ترى لا يسير الضوء في الشارع؟ لماذا لا نسبح في النور؟ سيك شو بدك تعملي؟ امسك. بدي اغسل وشي بالنور مشان ما تزعل.
قوي. بدي أخذ دوش.